اي الحمد لله عليهم الحكومه التونسيه. سمعت انا السيد سمير سعيد وزير الاقتصاد اللي هي جايه متاخره للغايه، خاطر هي حكومه انقاذ وطني حق اسمها، هذه الحكومه هذه نتاع نجله بودن جاب لنا توا لي مزور خمسة اشهر من بعد اللي هما متاخرين 90% من اللي كاتبينه احنا قلنا عليه منذ سنوات، والحمد لله فما حد سمعنا. ولو يحكيوا على اللزم في الثقافه الحمد لله، ولو يحكيوا لموا يا ولدي الاداره خلينا نشوفوا ال 2020 وين مشات فلوس الحمد لله عليهم، ولو يحكيوا اللي اليوم تثمين النفايات والطاقه والشراكه بين القطاع العام والخاص. ولكن السؤال اللي تسال بالنسبه لي تروتار تروبو قليل ومخر ربي خلفي استفضل على السؤال. لا لا هاني جايك لفهمي، هاني جايك لفهمي قبل لفهمي المواقف السياسيه اللي قاعد تصدر. احنا حزبنا لاحظت ما عندهم حتى رد فعل، لا ثم يمكن النهضه وغيرها واضح يعني مستبشره بهذه المواقف. انتم مواقف، لا لا انا عمري ما نكون شوف يا عمري ما نكون عمري عمري ما نكون عمري ما نكون مستبشر بحاجه مش باينه. لا مش انت، لا 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 ان شاء الله حتى يعني تونسي ما يكون مستبشر لبلاده. شفت غضب زاد؟ لا لا عندي غضب كبير، غضب على روحنا. انا من الناس اللي نغضب ساعه على روحي قبل ما نغضب على الناس. انا مانيش كاين برشا ناس وبرشا سياسيين من غير ما نوصلهم وين تصير ندابه ولا مشكله يقولوا الاخر عملها. مانيش هكا انا، مانيش هكا انا، ماخو مسؤوليتي اما نعرف فين مسؤوليتي، شعملت وين وقفت مسؤوليتي. ولهذا رجوعا للكلام اليوم فما لخبطه كبيره راه عند الحكومه. السيده نجله بودن رئيس الحكومه ماشي للي في مي هذا كرتبتها واش قاعده تقول؟ تجميد الاجور، تجميد الانتدابات، بيع الشركات الوطنيه ومنظومه الدعم. اصفر على 20 راهو النوت كان باش يعطيها حتى حد ما ينجم يعمل في تونس الكلام هذا. رئيس الدولة والاتحاد العام التونسي الشغل عندهم موقف آخر، تو هو رئيس الدولة اللي هو اليوم رئيس السلطة التنفيذية في تونس ولا مش موافق مع رئيس الحكومة. كان أنا جيت في بلاصة نجلة بودن ولا في بلاصة قيس سعيد مش هذا الموضوع تحكي مع الافمي، هذا تمشي للافمي تقول له رافضينه وكان تصير مشكلة في تونس حطوا في بالكم اللي سيسيليا باش تبرك بالمهاجرين الغير شرعيين، تو اللغة تتبدل معاهم، توا اللغة تتبدل، خاطر كي تيقف اوروبا تبعت 300 مليار. يعني خطاب سيادي اي انا ريت باجي قايد سبسي يقوم به الخطاب هذا، انا ريت باجي قايد سبسي قاعد انا بجنبه يقول فيه رئيس الوزراء الايطالي في مأدبة غداء وقالها له، خاطر باجي قايد سبسي يحكي الند للند مع رئيس الحكومة الايطالي. يعني السيد هذا اللي يحكي في الحكاية هذيا شكون باش يطبقها هذا؟ ولهذا خلينا نعطيك الحل، الحل تمشي للناس هذوما تقول لهم انا عندي ثلاثة محركات تاع اقتصاد وقفوا. الاستثمار العمومي وقف بالتراتيب الإدارية العثمانية المعقدة والفصل 96 مجلة جزائية هذه باش نحركوا، ال 2020 باش نحركوا، القطاع الخاص اللي هو يرقل ومتخبي في داره متخبين يعني هو اليوم والله حتى الضحك ضحكت نلقى في سمير سعيد اللي هو صديق يقول ونرجعوا الثقة للقطاع الخاص. اي وهو مش يسمع في خطابات الرئيس على الثقة، أنا ثقة يحكي عليها. يعني أنت كي ما عادش تفرق بين احتكار وتموين الاقتصاد التونسي، كي انت تكسر حلقه الاقتصاد انت تدهم على واحد عنده 20 كيلو فرينه يا اخي ذاك احتكار، كي تدهم على واحد عنده ماء يحضر في موسم الصيف ماء وموش مدعم ماء معدني ويهزوا له سلعته ويبيعوها له ويدخل السيد الحبس، انت ماشي في بالك شنو باش يصير يعني للناس اللي تخدم في الاقتصاد؟ خلينا نرجع باش يهزوا ساقهم باش يهزوا ساقهم وتاقف الدنيا اليوم تصير لنا مشاكل كبيره. انا اعلنت على مشاكل تصير في بابور قمح مش يخلص وصار سبعة شهور تالي راه مش حكيتها البارح، حكيت على امكانيه عدم خلاص الاجور في الشركات الوطنيه وصارت في السكك الحديديه اللي للاسف اليوم صار اكسيدون اخر اللي رئيس الدوله في الاكسيدون اللي فات درجين يعني بعد ما صار الاكسيدون قال مسؤوليه بشريه.